مساء الخير أعزائي المشاهدين، في حلقة جديدة من برنامجكم احنا معاك. زي ما عودناكم كل حلقة بيبقى فيه موضوع مختلف وموضوع شائك مطروح على الساحة، وبيبقى هو محور الحلقة بتاعتنا. النهاردة هنتكلم عن التعصب الكروي وغياب الروح الرياضية، واللي هتكون في ضيفتنا النهاردة الدكتورة عنان حجازي، استشاري الصحة النفسية والأسرية. بس الأول طبعا هناخد الفقرة الأولى في الأخبار، والسؤال هيظهر على الشاشة، سؤال حلقتنا النهاردة: إيه هو السبب الرئيسي في احتقان قطبي الكرة المصرية وخلق العداوة بين الأشقاء؟ شاركونا آرائكم ومداخلاتكم على الأرقام اللي هتظهر على الشاشة، ونطلع بسرعة لفقرة الأخبار. أول خبر معانا هو طبعا فقدان وحزن الأمة كلها على الرئيس السابق محمد حسني مبارك رحمة الله عليه، وكان في ردود أفعال كتير حوالين وفاته من البلاد العربية الشقيقة، زي الإمارات مثلا أعلنت الحداد 3 أيام ونكست العلم، لأن الإمارات شايفة أن الرئيس مبارك السابق كان صاحب مواقف وطنية جميلة. والكويت أيضا عزت الرئيس السيسي، والسعودية أرسلت كتير من برقيات التعزئة للرئيس السيسي، كمان البحرين أرسلت برقيات تعزئة للرئيس السيسي، والسعودية أيضا بعتت ببرقيات تعزئة لمصر والرئيس السيسي، كما نعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن في وفاة الرئيس مبارك، وكمان سعد الحريري رئيس وزراء لبنان السابق. مصر تقف بالأحرف الأولى على توقيع الاتفاق حوالين ملء سد النهضة في الاتفاقية اللي دعت للمشاركة فيها الولايات المتحدة الأمريكية يوم 27 و28 من الشهر الجاري، إن المشاركة في الاجتماع حوالين اتفاق نهائي يحل مشكلة سد النهضة وتنفيذ الالتزامات اللي واردة في المبادئ المبرم على الاتفاقية التوقيع بين مصر والسودان وأثيوبيا، اللي هتكون بالشكل النهائي يوم 23 مارس القادم. خبر معانا كان متصدر تويتر ومتصدر السوشيال ميديا هو وفاة المشير طنطاوي. نفى المشير طنطاوي كل الأخبار والشائعات اللي كانت بتطرده حوالين خبر وفاته، وهو اللي حصل بس ان هو تعرض لوعكة صحية، دخل على غرارها المستشفى، لكن مفيش حاليا تأكيدات حوالين استقرار صحته، الا ان هو نعى يوم الخميس اللي فات وفاة الرئيس مبارك. في خبر معانا برضو تصدر برضو تويتر والفيسبوك جملة جميلة قالها العلامة والبروفيسور مجدي يعقوب، إن الفلوس مش هي اللي بترفعنا، اللي بيرفعنا هو تصدير العلم للناس. الراجل ده بيتكلم وبيقول الفلوس هي مش هترفعنا، الأمم بتترفع بالعلم، والأهم إن احنا نصدر علمنا. وده جه غرار المشهد الجميل اللي كرمه فيه سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم. حاجة جميلة جدا ان الراجل ده ما بيتكلمش بالفلوس، الراجل ده بيتكلم بالعلم، والراجل ده بيتكلم بالإنسانية، والراجل ده شايف ان الفلوس مش هي اللي هتوطد العلاقات ما بيننا وما بين الدول الشقيقة. الشعور الجميل اللي ما بين مصر وما بين البلاد التانية هو اللي بيأكد إنسانيتنا وإنسانية الراجل اللي بيتعب من أجل صناعة الخير وشفاء آلام الناس اللي تعبانة بجد. خلصت أخبارنا، بس مازال الحلقة، هنطلع بس فاصل وهنرجع لفقرتنا التانية عن التعصب الكروي، ومعانا ضيفتنا، استنونا. رجعنا لكم تاني في الجزء التاني من حلقتنا من برنامج احنا معاك. بنفكر اعزائي المشاهدين بسؤال حلقتنا:
اللي هينزل على الشاشة، ومن وجهة نظرك ايه هو السبب الرئيسي في احتقان قطبي الكرة المصرية ونشأة العداوة ما بينهم؟ مستني تليفوناتكم ومداخلاتكم، وبرحب بضيفتي العزيزة دكتور عنان حجازي، استشاري الصحة النفسية والأسرية. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بك يا دكتور شادي. حضرتك، أنا شايف إن في حالة تعصب كروي موجودة في الشارع. مين اللي خلق الروح دي؟ القنوات الفضائية ولا الصحافة ولا الإعلاميين ولا كل واحد دلوقتي بيتكلم وبينشئ عداوة وبينشئ ضغينة؟ طيب، المذيعين والإعلاميين كل واحد بيتكلم في اتجاهه أو بيتكلم في وجهة النظر الموالي ليها. كان في لاعب كانوا هيعتدوا عليه، طيب وبعدين؟ احنا هنستنى لحد ما تحصل، احنا هنستنى لما تحصل مذبحة تانية زي بورسعيد ولا استاد الدفاع الجوي؟ ده نتيجة إعلام رياضي فاسد بجد. كل دلوقتي نادي عامل لي قناة، كل نادي دلوقتي عامل لي قناة، الأهلي والزمالك، رجاء انقذوا مصر، انقذوا مصر من القنوات والبرامج والصحف والمجلات والمواقع الإلكترونية والسوشيال ميديا وقناة مش عارف ايه وقناة ايه. مصر هتسقط، ومش هيسقط منها واحد ولا اتنين ولا 73 ولا 52 والكلام اللي حصل ده كله، لا، اللي جاي هيبقى اكتر، واللي جاي هيبقى اصعب، واللي جاي هيبقى دم. فاحنا مش حمل سقوط لضحايا تاني. اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا، ازيك يا دكتور شادي؟ عاوز كده يعني افتتاح كده للموضوع، ايه وجهة نظر حضرتك في التعصب الكروي اللي احنا شايفينه حاليا؟ جميل قوي السؤال. انت المقدمه بتاعتك جميله قوي، عجباني ميرسي، ربنا ان يخليك. احنا ننقذ مصر. احنا لو قلنا التعصب الرياضي او الكروي هو فعلا مرآة وصورة معكسة لشخصية المجتمع اللي احنا عايشين فيه. يعني واحد لما يشوف المجتمع في أثناء الشغب أو التعصب اللي بيحدث أثناء الجماهير أو من اللاعبين أو من الحكام أو من أي حد له صلة بالملاعب، بيكون صورة ومرآة لشخصية مجتمع اللي أنا عايش فيها. هل المجتمع ده مشاغب؟ هل المجتمع ده هادي؟ هل المجتمع ده فيه ثقافة عالية؟ هل المجتمع ده فيه اتزان وتوعية وعلم بأن لك رأي هي وأنا ليا؟ التوعية دي يا دكتور، التوعية هي دي بقى، التوعية دي. احنا لو جينا للتعصب الرياضي، لو احنا اتعرفنا عليه، يعني ايه تعصب رياضي؟ يعني سلوك غير منتظم. سلوك غير منتظم هو حب مبالغ فيه، زي ما بيقول لك حب اعمى. زي ما في برضه حب اعمى، في كراهية عامية. أكيد يعني انا طبعا. ممكن احب النادي بتاعي قوي واكره النادي التاني، ما عنديش التزامات مع نفسي او سلوكيات انا اتبنيت عليها صح. لو رجعنا نقول ايه اسباب التعصب الرياضي اللي موجودة عندنا في بلدنا أو في أي بلد أصبحت معظم البلاد فيها تعصب، لو قلنا أول سبب هيجي إيه؟ الأسرة. تمام. تنشئة الأسرة، إن أنا ربيت أولادي سواء كانوا بنات أو أولاد، أنت النادي ده بتاعك، الفريق ده بتاعك، أنت إيه تشجعه وتحفزه وتنادي بيه، وخلي بالك الفريق التاني ده عدوك، ده أنت ضده، ده أنت مالكش دعوة بيه، ده أنت تقعد بقى تنافسه توصل الخناق على القهاوي وطلع والكافيهات. لسانك واشتمه وبقى إيه السلوكيات الخاطئة والتنشئة الخاطئة بتاعت الوالدين في البيت أو العم أو الخال، وبياخدوا بقى الفريق ويقعد يشجع ويخلي الولد، حتى الطفل نفسه بيحس إن دي حاجة غيرت فكره، غيرت أسلوب حياته، غيرت سلوكياته، بقى حتى في الفصل كده، حتى في الشارع بقى كده، أصبح في الملاعب كده، أصبح هي التنشئة من أول خطأ. دي أول تمام حاجة. تاني حاجة، مفيش توعية تمام مع من ناحية الأب والأم أو من ناحية الأسرة أو من ناحية المدارس. يعني انت بتشجع النادي كده وبنجح، لكن في عندنا يبقى في روح رياضيه. لازم اعرف المبادئ الرياضيه في التنافس الشريف ليا. ليه احنا في رياضه عندنا؟ بنعمل رياضه ليه؟ بننفس عن نفسنا، بنطلع كل حركاتنا، وبنتعلم رياضه بتحفز اجسامنا والهرمونات بتاعتنا بتخليها طيبه، لان العقل السليم في الجسم السليم. الكلام ده برضو يا دكتور مش موجود في الرياضات التانية. احنا في مصر للأسف مفيش حاجة ظاهرة
غير كرة القدم. تمام. هاملين كل الرياضات. تمام. مفيش غير كرة القدم بس هي اللي ظاهرة. أنت نفسك تطلع إيه؟ أنا نفسي أطلع لعيب كورة. تخش الأندية، تخش مراكز الشباب، تخش الأكاديميات المتخصصة. 90% كليات التربية الرياضية نفسها كله بيتخصص يدور في التخصص على كرة قدم. احنا لو بصينا ليه السبب بقى، لان احنا ربنا ولادنا ان نلعب كوره، وانت هتتحفز كده تنشئه الاسره، بعد كده الاعلام، يلا بقى انا هبص على الكوره، واصبحت هي اللعبه الشعبيه في كل البلاد. بمناسبه الاعلام بقى هستوقف حضرتك دقيقه، لان انا عندي بيان صدر من المجلس الاعلى للاعلام يوم الخميس اللي فات، والبيان ده نصه كالاتي: أكد فيه أن ما ينشر أو يبث من مواد خاصة بالرياضة بوسائل الإعلام المختلفة، هو البيان هينزل على الشاشة برضه، بوسائل الإعلام المختلفة وإجراءات رادعة للمخالفين. أهاب المجلس في بيانه بجميع وسائل الإعلام بالالتزام بالمعايير والأكواد الصادرة عن المجلس وعدم إثارة الخلافات أو الفتن الرياضية بين الجمهور. وأوضح المجلس أن من خلال لجان الرصد به يتم متابعة كافة هذه الوسائل، وسيتخذ المجلس كافة الإجراءات الرادعة تجاه المخالف من هذه الوسائل. ده نص البيان الصادر من المجلس الأعلى للإعلام. وأنا كنت لسه بتكلم مع حضرتك قبل السؤال إن إحنا دلوقتي بنعاني من الإعلام الرياضي الفاسد. جميل. الكلمة دي ممكن تزعل مني ناس، او ممكن تيجي على ناس بشكل او بمسمع او بمفهوم يزعلهم، لا، في احنا بنتمتع باعلام رياضي فاسد، حتى وان كان قلة او نسبة معينة، بس في اعلام رياضي فاسد. انت شايفة يا دكتور؟ فعلا وسائل الاعلام سواء كانت مقروءة او مرئية او موجودة، احنا سوشيال ميديا برضه. السوشيال ميديا ده اكبر يعني حاجة دخلت بيوتنا، واحنا لازم نكون على وعي مع اولادنا. هو ليه احنا ضايعين؟ لان ما بقاش في تفاهم ولا حوار ولا نقاش ولا جدال بطريقة طيبة في البيت. يعني هي التنشئة اساس كل شيء زي ما قلت لحضرتك. وسائل الاعلام فعلا في منها بيتحيز لبعض الفرق والاندية، وبعضها لا يتحيز. لما بتحط في اول العناوين والمقالات الاولى اللي بتبان ان فريق فلان مفسي وخسران، وازاي انت تعمل كده، فده بيحفز الشعب والجماهير ان هي ايه تكره الفريق ده، وصاحب الفريق بيتضايق انت بتعمل مشاغبه جوه الشعور الانساني، فبيحصل بقى ايه التعصب بقى الرياضي. لكن لو احنا اخدنا ده فريق وبيأدي دوره وده فريق وبيأدي دوره، ولازم نحيي روح الرياضه بينا، ان يبقى انت عندك قدره على انك تدي رايك وتستقبل الراي الاخر، تشوف هو اللعبه الحلوه بتاعته ممكن يخسر، انا فريق ونادي قابل للخسران وقابل للايه؟ للفوز، يبقى انا يبقى عندي روح رياضيه في التعاون والتسامح مع اي نادي تاني او فريق تاني. وسائل الاعلام مش كلها، انا مش هقول لك كلها، او السوشيال ميديا مش كلها، في بعض الناس خايفه على البلد، خايفه على اولادنا، بتوجه صح، بتقول لك ايه الفريق فلاني فاز، بس دي مش اول فوز ليه، ده التاريخ بتاعه بيمجده تاريخه. تمام. لكن اللي خسر مش مشكله، احنا ممكن ربنا يساعدك والمره الجايه هتبقى فيه انتصارات، هيبقى فيه بطولات، يبقى دي بتحفز بطريقه ايه عادله، بطريقه طيبه. طب احنا ليه يا دكتور ما بتسرش الشغب في جماهير؟ طب احنا ليه يا دكتور ما بنسمعش الكلام ده بره؟ احنا يعني برشلونه، ريال مدريد، في مثلا في اوروبا، في الفرق الكبيره، ما برضه في فرق في اوروبا زي الاهلي والزمالك. تمام. يعني كل شعب، كل دوله عندها اهلي وزمالك. سؤال جميل قوي، اقول لك انا، احنا شعب عاطفي، ما بنتكلمش بالمنطق، تلات ارباعنا بيتكلم بالعاطفه فقط. معلوم. العاطفه دي هي اللي عامتنا عن حقائق، ما بينتناش ان الضغوطات اللي سواء كانت اقتصاديه او سياسيه او اي حاجه في بيوتنا، سواء الاسره او الاصدقاء، ان احنا لازم نمسك نفسنا ونتحكم في مشاعرنا، وان احنا كل حاجه نديها مجالاتها، البيت نديله مجاله، الملعب نديله مجاله، التعامل مع الناس. فبيعتقد بعض الناس ان ده تنفيس عن نفسه،
بينفس عن نفسه ازاي؟ في انه يروح يلعب، يصرخ، يعلي صوته، يشجع بقوه، يجيب العيله كلها ويروح، وبيعتبروها دي نزهه. لكن العقليه المثقفه المتعلمه الواعيه اللي عارفه ان دي روح رياضيه وان احنا لازم نعيشها بحب وتعاون وتسامح، ما يبقاش فيها التعصب والقلق والتوتر والخوف. حتى بعض الناس بيوصل ليهم القلق الغير طبيعي، ان هم بيقعدوا ايديهم تترعش وقلبهم يقعد يدق جامد، وفي بعضهم بيموت من الخوف. أكيد. وفي بعضهم الجماهير اللي هي مش هقول لك اللي اصبح دلوقتي تفكير جماعي بدل تفكير فردي. انت بتبص بعض الدكاتره والمهندسين او المؤهلات العاليه او الثقافه العاليه قوي، تبص تلاقيهم انساقوا وراء الـ الناس المشاغبه. هو طب التعصب ليه؟ ما بيفرقش ما بين حد متعلم اصبح تفكير أو على مش حد فردي مش على قدر تمام كبير من التعليم. اصبح تفكير مش فردي، اصبح تفكير جماعي. انا منساق للجماعه دول، منساق للجماهير دي، منساق للفريق ده، زي ما بيعملوا هعمل معاهم. شغب شغب، هدوء هدوء. طب ليه ما انا احكم عقلي؟ ما هما للاسف يا دكتور بيلموا بعض. اللي ما بيروحش الاستاد، احنا لسه هنتكلم على اللي بيروح الاستاد وبيشتم في اللعيبه وبيعمل ايحاءات بذيئه، لا احنا هنتكلم في الناس العاديه، جروب خمسه سته مع بعض بينزلوا يقعدوا على كافيه او بينزلوا يقعدوا في اي حته او بيقعدوا مع بعض في مكان يتفرجوا تكسير بقى وصوت عالي والعب وشوت ويا ابن كذا ويا ابن الفاظ يعني بتبقى خارجه. انا عايز اسال حضرتك سؤال يا حضرة المحترم، يا حضرة المواطن، يا اللي بتتفرج وبتشجع ومن قلبك بقى وبتستقتل على فريقك، العب، ده انت ما بتعرفش تلعب. هو حضرتك لو عديت من قدام النادي بتاعك دوت اللي انت بتشجعه وبتستقتل عليه، انت لو عديت من قدام النادي هتخش كده هيفتحوا لك ويقول لك اتفضل شرفت ونورت؟ لا طبعا. النوادي طبعا بعضوية وكارنيه مش عارف ايه وكم في السنة وحاجات ارقام مش هقول فلكيه ولا خياليه، بس فعلا الارقام دي كل الناس عارفه العضويه في الانديه الكبيره او الانديه الدرجه الاولى بتبقى بتكلف كام في السنه. فنفوق ونصحى ونعرف ان الماتش 90 دقيقه، بس بعد ال 90 دقيقه دي انت حضرتك هتسيب اثر في نفس صاحبك او في نفس اللي حواليك او ممكن عيل صغير يشوفك وانت بتتكلم كده، ايه ده هو بيعمل كده ليه؟ ما هو هيطلع يتعلم منك. ولادك او اصحابك او ولاد اخواتك اللي بيتفرجوا عليك وانت بتشجع وبتتعصب والعب وشوط ومش عارف ايه وبتتخانق مع صاحبك علشان خاطر هو مش عارف ايه وتقعدوا تحفلوا على بعض، لا يعني الناس المفروض على قدر من الفهم وتبقى على قدر من التوعية. ازاي اعمل توعية علشان ما اوصلش للمستوى اللي انا وصلت له المزري اللي احنا طلعنا بيه؟ انا مش هتكلم عن اللي فات، انا هتكلم على اللقطه، واللقطه دي مش راضيه تروح من دماغي للاسف، اللي احنا طلعنا بيها في ماتش السوبر في ابو ظبي. احنا عشان نعمل توعيه لازم يبقى فيه ثواب وعقاب. تمام. دي اهم نقطه في اي حاجه. اي شركه او اي قانون نازل حتى من عند الله سبحانه وتعالى لازم يبقى فيه ثواب وعقاب. ان عملت كده هتدخل الجنه وان عملت كده هتدخل النار. مفيش حاجه الا اسود وابيض. لما نلاقي مشاغبين احنا سواء كنا في البيت او في المدرسه او في العلاقات لازم يبقى لهم حد التعامل وننبذهم. قفلنا يبقى في انبذ حتى الفريق نفسه ينبذه ويقول له احنا مش عايزينك. لا ما هي قصه دي مش روح رياضيه. هو دلوقتي من بعد اللي حصل في 2011 والحادثه بتاعت استاد بورسعيد والمذبحه اللي حصلت دي، صدر قرار بان الماتشات تتلعب بدون جماهير، وبرضه بنلاقي جماهير شويه كده داخلين تبع كابتن فلان ولا تبع المستشار مش عارف مين، برضه بيبقى فيه الماتشات الكبيره بيحط برضه فيز. بس انت حضرتك انا مش حل ان انا الغي الجماهير، الكوره من غير جماهير ما تتلعبش وحضرتك عارفه كده كويس. بس اكيد الفرقه المشاغبه دي او اللي عامله لي عدم روح رياضيه وعدم تفهم للقواعد والروح التنافس الشريف، يبقى انا لازم لما انبذهم او اخدهم في موقع غير الموقع الجماهيري للتشجيع يبقى انا بشجع الناس الكويسه تطلع والناس الوحشه تروح على جنب. بليز انا بنادي بكده،
لان احنا حتى اولادنا بيلاقوا القدوه زي ما حضرتك قلت. لو انا لقيت الجماهير المشاغبه دي واولادي لقوهم ماشيين عادي وبيشتموا شتائم بذيئه وبيتكلموا الفاظ غير طيبه، هيتشجعوا ان هم يعملوا كده. وزي ما قلت حضرتك في وسط من الفئات المجتمعيه اللي هي داخله اصلا عشان تثير الشغب بين الناس وعشان تلفت الانتباه لنفسها وعشان تقول لك انا مصلحتي فوق مصلحه فلان. لا، طب انا احط ثواب وعقاب، واي واحد بيتعصب فوق الحد المبالغ فيه لو سمحت خلاص اطلع بره الماتش خالص، يخرجوه من اطلع خالص. تمام. وحتى في الشوارع، لان هما بسبب الفساد بتاعهم بيحدوا بيوقفوا حركه المرور وبيعيقوا المصالح الحكوميه وبيعملوا تجمعات مع بعضهم في ميادين وشوارع، يقعدوا يشتموا في الناس يعني فوق السلوكيات الخاطئه اللي هم ماشيين عليها، بيقوموا باخطاء اكتر مما تتوقع. لما اشوف ابني او اي حد يشوف المراه دي، انا مش معقول هقدر اعيش، يعني انا لازم تبقى بلدي زي زمان، مصر الاولى في كل حاجه، في التعاملات، في السلوكيات، فلازم يكون حتى في الكوره، لان الكوره ده تعصب فكري. بس الكوره ما كانتش زمان كده يا دكتور. ليه؟ لان كان في ثقافه صح. في السبعينات والثمانينات. هنا عندنا نقص في الثقافه في كل حاجه. نقص في الثقافه في التعامل، في الروح الرياضيه، في المنافسه الشريفه، في ان انا اتقبل الهزيمه واتقبل النجاح. وان انا لما كنت انا قاعده في كافيه كنت بشجع نادي فلان، لقيت النادي ده نجح، فلما قام قال له اصلا، قال النادي تاني اصلا انت ما تقدرش تبقى زيي، فبقى يشتم يشتم التاني. طب انت خسران، انت هتقدر ان انت فايز واللي وراك خسران، فيبقى كلامك حلو، احنا كسبنا، عقبالكم انتوا المره الجايه. كلمه حلوه. يبقى حتى اللعيبه حتى في الماتش لما ينزلوا يقلعوا فانيلات زي زمان ويلبسوا بعض وياخدوا بعض بالاحضان. فين الكلام ده؟ مش لكن موجود، مش موجود. الانديه دلوقتي بعض اللاعبين، بعضهم مش هقول مين، بينزل بتصرفات خاطئه مقصوده او غير مقصوده، بيخلي الجماهير يقوموا على بعضيهم، حتى اللاعبين، حتى المديرين او النظام اللي موجود للعيبه. في برضه تصرفات استفزازيه بتكون على من الاداريين او بعض الاتحادات الكرويه بتبقى على بعضهم، خلي بالك دي كلها موجوده، بتثير الشغب وبتثير التعصب الرياضي. ولازم يبقى في توعيه داخل النادي وداخل الماتش اللي هيحصل، ويبقى في نداء كده، اي حد هيثير شغب او هيعمل طريقه غير طيبه هناخد بطاقته ونعرفه ومش هيدخل تاني. طب احنا أي تشجيع. دلوقتي عاوزين نتكلم في كذا دور. دلوقتي هنقول هنبدا بدور الصحافه، او نبدا بالاعلام الاول. ايه دور الاعلام؟ دور الاعلام تمام. اول حاجه قبل ما اخد راي حضرتك، معانا مداخله تليفونيه. اتفضل. من كابتن احمد كيوان، مراسل قناه ابو ظبي الرياضيه. اهلا وسهلا بيك يا كابتن احمد. مساء الخير عليك يا دكتور شادي، ومساء الخير على ضيفك الكريم وكل متابعينك في كل مكان. اهلا وسهلا بيك، منورنا بمداخلتك الجميله يا كابتن احمد. كابتن احمد كان من ضمن القافله اللي كانت بتغطي الحدث في ماتش السوبر في ابو ظبي، وادرى واحد ينقل لنا الصوره اللي احنا بنتكلم فيها عن حلقه النهارده. حبيبي انا طبعا كنت سعيد وانا موجود ضمن فريق عمل يعني بيغطي مباراه بحجم وقيمه السوبر المصري المقام بالامارات. يعني كانت واحد من اهم البطولات الجميله لما بتلعب بطوله خارج ارض مصر، والجو العام من الناحيه صناعه الرياضه ومن ناحيه كمان توحد الشعوب بيننا وبين شعب كبير وعريق باسم الامارات في شكل وصوره كره قدم، فده شيء كان عظيم. يمكن شفت بعض الاحداث في المباراه، كانت المباراة من الناحية التنظيمية كانت على أعلى مستوى، من الناحية التحضيرية والجمالية كانت حاجة مميزة جدا، دخول الجماهير وخروجها كان بشكل آمن ومحكم، لكن كان في بعض اللقطات اللي كنا نتمنى إن احنا نشوفها في ملاعبنا ولا حتى في الملاعب الأخرى. بس قبل ما تطرق لهذا الأمر، طبيعي جدا إن هذه الأمور بتتواجد في جميع ملاعب الدنيا. تمام. مفيش ملعب في العالم بيخلو من هذه الظاهرة، لكن بنقطة وبتحديد ظاهرة التعصب أساسها هو لاعب كرة القدم. لاعب كرة القدم هو ما يؤثر تأثير كلي وجزء على العملية التنظيمية والعملية حتى الرياضية في مصر. المدرب له دور، أيضا الإداري له دور، المسؤول له دور، لكن لاعب كرة القدم في النهاية هو في المستطيل في البرواز دايما، هو في زي ما بيقول في وش المدفع. فكان طبيعي إن احنا نأمل إن يبقى يتحلى اللاعبين اللي أصحاب الخبرات الكبيرة، مش هنذكر أسماء، في الفرقتين
أنا كنت أتمنى إنهم يتحلوا بالصبر طب ويتحلوا بالكياسة لتهدئة الأمور يعني، طب يا لكن كابتن احمد، من وجهة نظرك يعني، بما انك ان حضرتك راجل في المنظومة الإعلامية وفي نفس الوقت حضرتك راجل أكاديمي ودارس ماجستير في الإعلام الرياضي، يعني سيكولوجيا ليه حصل كده؟ إن في الزمالك كانت فرقة كسبانة، إيه اللي حصل وليه الجماهير بتتحرش حتى لو لفظيا باللاعبين؟ يعني ليه حصلت حاجة زي كده؟ أنت كراجل رياضي أو كراجل متفرج عادي شايف إن ده ليه؟ أولا لو بدأنا بشكل بسيط يعني، السوشيال ميديا، السوشيال ميديا جزء كبير جدا وسلاح خطير بتتعامل معاه كل المجتمعات أو كل العقليات في الفترة الأخيرة بتعامل سلبي. أي حد النهارده بيرفع على صفحته الشخصية إيحاءات أو بوست معين أو كومنت بتوصل معين، لألفاظ بذيئة صدقني يا كابتن أحمد. أهدافه الشخصية إن هو يبقى أهداف تجارية يا دكتور شادي، إن تمام. هو يستثمر عدد كبير جدا من المتابعين والمشاهدين، فمش فارق معاه بقى المحتوى اللي بيقدمه أو الكومنت اللي بيكتبه أو البوست اللي بيكتبه هادف أو غير هادف. ده واحد. اتنين، المتلقي عنده مشاكل كتير في نوع المصدر. هل المصدر اللي أنت بتاخد منه ده، هل هو ده الشخص اللي فعلا مصدر موثوق منه، أو هو أصلا تبع جهة أو تبع جريدة أو تبع مؤسسة تحمل معاني الثقة والأمانة عشان تقدر تقتنع بكلامه؟ ده اتنين. ثلاثة، أغلب الجماهير لما تيجي بتشوفهم بدأوا يروحوا المباريات عشان يستغلوا وجودهم ويعملوا فيديوهات تزيد من التعصب وتزيد من المواقف. ثانيا، السلبيات، التركيز على السلبيات داخل الملعب. أغلب كل الناس كانت بدل ما تجيب الفرحة وتجيب الانتصار سواء للأهلي أو الزمالك يعني كل المباريات، كانت بتركز جدا على ردود الأفعال السيئة من لاعبي كرة القدم، وعشان تقدر تعمل ترند وتقدر تعمل حتى توصل نسبة مشاهدة. فبقى الهدف والغايه لكل مصور او كل واحد معاه موبايل او هاتف محمول انه يصور سلبيات حتى اثناء التغيير. يا دكتور شادي، صح تلاقي لعيب متعصب، تلاقي صح الكاميرا رايح معاه. بنبص للجانب السلبي، اللاعب ده مضغوط والاقي بيصوب الكاميرا عليه وهو سوري يعني متعصب او متوتر. بالظبط، في كل حته في العالم بيحصل كده، لكن احنا بنزيد من هذه النقطه وبنحاول بقدر الامكان ويبقى فيه من جوه الكواليس بقى والاماكن المغلقه احنا بنجيد تصيد الاخطاء يا كابتن احمد، بالظبط. بنجيد فده تصيد اللي احنا الاخطاء. شفناه. عشان كده حضرتك لو رفعت اي، لو كتبت حتى عن المشاده الكلاميه او الاحداث اللي احنا شفناها على اليوتيوب، اي حد دلوقتي بيسمعنا ودخل دلوقتي هيلاقي المشهد من كذا زاويه. هيلاقي واحد جايب ان الزمالك غلطان، وهيلاقي واحد تاني يجيب ان الاهلي غلطان، تمام وهيلاقي حد تاني يجيب ان تمام الاهلي والزمالك غلطانين. يعني تمام انت ما انتش عارف الصح فين، وهيلاقي واحد جايب بدايه مشكله فلان مع الجماهير، وهيلاقي واحد جايب رد الجماهير مع العيب. يعني يا جماعه القصه مش واضحه، ولو كانت واضحه هي بالنسبه لنا كراجل اعلامي وبالنسبه لحضرتك وبالنسبه للمشاهد هو غير مستحب، وكان يجب ان يكون في كلام تبادل ما عالي وحق. وانا بحمل لاعبي كره القدم، في النهايه انت لاعب كره قدم، ومن صفات لاعب كرة القدم التحمل، الضبط النفس، سمات الشخصية، فرحة الانتصار لها أسلوب، الخسارة لها أسلوب. وده يعني بيحصل في كل حتة في العالم. يمكن شفنا لابيلتادورس، نهائي لابيلتادورس بين بوكا جونيور وريفر بليت في السنوات الماضية، اتأجلت المباراة واتلعبت في مدريد نتيجة إن كلام مدريد محترم جدا يا كابتن أحمد وكلام جميل، وأشكر حضرتك جدا على مداخلتك الجميلة وكلامك المحترم اللي أتمنى أن يكون كل مش الإعلاميين بس، وبما صفة أن حضرتك راجل إعلامي أنا أتمنى أن كل الناس يبقى عندها التوعية دي، ولا إيه رأي حضرتك يا دكتور؟ جميل كلام الكابتن احمد حقيقي، وعجبني قوي ان هو بيقول لك لازم اللاعبين هم يكون ليهم الدور الاول في الكره وفي عدم التعصب الرياضي. وزي ما انا قلت لحضرتك كانوا زمان بينزلوا يقلعوا الفانيلات ويدوها لبعض ويحبوا بعض ويلفوا حوالين ال 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 تراك كله، ويبين لهم قد ايه هم بيحبوا بعضيهم، يقوموا الشعب المنتخبين من هنا ومن هنا يحبوا بعض. على فكره في بعض الدول انا قرات التعصب الرياضي، كانت الدول نفسها بتتخانق مع بعض بسبب الرياضه دي، فهي زي ما تقول موروث تاريخي للاسف في الثقافه بتاعتنا الضئيله اللي طيب احنا ما بنرتقيش بيها. نرجع لدور الاعلام، احنا قلنا هناخد دور الاعلام ودور الصحافه
ودور السوشيال ميديا، لان السوشيال ميديا وبرضه حتى المداخله كانت بتتكلم فيها ان دور السوشيال ميديا حاجه خطيره. طب نبدا بالاعلام. هو الاعلام بصفه عامه دايما بيحب يظهر الناجح، تمام، ودايما يحب البطولات ويحب الانتصارات، ده بصفه عامه. اما الفئه اللي هي مش قوي يعني عايز يجذب يلفت الانتباه ليه، فبيجيب لك هزيمه الفريق ده او النادي ده ليه، فتبص الناس كلها عايزه تعرف ليه ده بيحصل في الاعلام وبرده في السوشيال ميديا، فكل واحد بيسقط او بينهزم كله بيبص عليه. فاحنا عايزين الاعلام يبقى فيه توازن بين الخاسر وبين المنتصر، ودايما يجيب الافعال الطيبه لده وده وايه الاسباب بس بطريقه لبقه، واحنا برضو يشجع وتنزل الاغاني الوطنيه. خلي بالك الاغاني الوطنيه اللي فيها تحفيز للالعاب بتاعت زمان، كان في افلام زمان بين ماتشات الاهلي والزمالك وبيجيبوا ان هما الاتنين بيحبوا بعض، ليه ما نحفز دي تاني؟ وليه ما نجيبش الاغاني الحلوه للعيبه الرياضيه فيها وطنيه برضو، ان انت وطني مهما كان، دي بلدك مصر، تمام. وده فريق وده فريق وده نادي ونادي، لكن برضو حب بلدك وحافظ عليها باسلوبك الحلو، ان انت مرآه لبلدك، انت مرآة لشخصيتك وثقافتك وتعليمك. فدي مهمة قوي بالنسبة للصحافة، ان هم يبقى في توازن في الاتنين سواء الخاسر او المنتصر، وان نبين تاريخ ده وتاريخ ده ونمجد ده ونمجد ده ونشجع الخاسر ونقول للمنتصر ان هو ايه يعني يقول له شكرا او مبروك وعقبالك انت يعني. طب بالنسبة ما هي في يوم يوم ليك ويوم عليك. تمام، ده بالنسبة للصحافة والاعلام. تمام، لان هما الاثنين واجهين له عمله واحده، الاعلام مسموع والاغاني مهمه جدا والصحافه الاغاني بتشجع على فكره، وزي ما انا شايفه دايما في كل مكان عمالين يغنوا. لا كله أغاني بيغني مش دلوقتي. اغاني عن الحب، انا عايزه اغاني لا كله بيغني الرياضيه دلوقتي. انا بالكره دي والكره دي الاثنين فيهم حب لبعضهم، احنا لازم يبقى فينا الروح الرياضيه وفينا المنافسه الشريفه اللي احنا كانت فيها واللي دعانا فيها الرسول عليه الصلاه والسلام، لان تهذيب نفسي ده تهذيب روحاني، ان انت لما بتلعب برضو ده بتهذب نفسك، مش انا بنفس عن نفسي في مشكلة بطلع اخطائي. دكتورة حضرتك هتلاقي شريحه كبيره ما بتلعبش بس بتشجع، يعني انت ما بتعرفش تلعب كوره كده، انت ما بتعرفش تلعب كوره وعمرك ما مسكت كوره ولعبت بيها، بس بتتفرج وبتشجع ولا اجدعها محلل رياضي وكله بيفتي وكله بقى محللين ونقاد. على فكره ده تنفيس عن الانسان، يعني كل واحد بيحاول ينفس، فبيبصوا على اللعبه الشعبيه دي بيبصوا عليها، طب انا اشجع معاهم يلا، لكن على فكره دي برضو بتنوب على شخصيه الانسان، هل انت بتنقاد مع الناس الوحشه ولا بتنقاد مع الناس الحلوه؟ هل انت حتى لما انتصر الفريق بتاعك هتكون كده متواضع ومتعاون ومتسامح مع الفريق التاني ولا لا؟ دي شخصيه الانسان بتبان هنا في التعاملات. بس حتى مهما كان في ضغوطات برضو انا يبقى لي شخصيتي، لقيت الناس بتشغل في شغب، لا انا ليا شخصيتي اللي بهتم بيها وبظهرها في تعاملاتي وفي سلوكياتي. طيب وبالنسبه حضرتك لدور السوشيال ميديا، السوشيال ميديا دلوقتي كل واحد، انا لسه بقول كل واحد عامل فيها ناقد رياضي وكل واحد فيها عامل محلل وعامل لي بيدج وبيتكلم عن الاهلي وبيتكلم عن الزمالك وبيتكلم عن برشلونه وعامل تحليل في قنوات متخصصه رياضيه. اسمعوا لها، في قناه للاهلي وفي قناه للزمالك وفي القنوات الرياضيه وفي قنوات عالميه، اسمعوا لها، اسمع التحليل منها، اسمع الاراء، شوف كابتن فلان طالع بيقول ايه. ما تسمعش ان انا دلوقتي بشوف حضرتك يا دكتور كل واحد، طبعا الفيسبوك والواتساب والتويتر كل واحد بيكتب ما يحلو له وكل واحد بيكتب اراءه الشخصيه وعاوز يوصل اراءه الشخصيه دي على مصلحه اي حد، يجيب فولورز ويجيب لايك وخلاص. تمام، انت لو قلت السوشيال ميديا دي فعلا متفرعه كتير جدا وليها اماكن، دي عامله زي خيوط العنكبوت في كل مكان. انا عشان اظبط، انا تبدا من بيت على فكره، اظبط الاطفال أنا متفقين او الشباب، كل حاجه بتبتدي من البيت. تمام، السوشيال ميديا دي مين اللي بيديرها؟ الاداره بتاعتها فين؟ انا ادور على الاداره واحاول يعني افرغ فيها روح الرياضه، يعني انت دايما في كل حاجه بتظهريها قولي الروح الرياضيه فين، تقومي مشجعه الانسان. هم مهما انت عملت حقيقي مش هتقدر تمسك وتقول ستوب ما تعمليش كده لاي قناه، فانت بس وجه وعليك تحفز التنشئه بتاعتك او انت نفسك، ابدا بنفسك ثم بالاخرين وسيب كل واحد فعلا بيجري ورا مساره، بس انت ابدا بنفسك وبالايه باللي حواليك. معانا مداخله تليفونيه.
يبدو ان الو، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، ازيك يا استاذ شادي؟ طبعا بحب ارحب بالدكتوره عينان حجازي. اهلا وسهلا بيك، اتشرف بس باسمك. انا اسراء باردي، رئيسه قسم الفن بجريده نبض التاهليه. اهلا وسهلا بيك يا استاذه اسراء، منورانا. اهلا بحضرتك. ايه رأي حضرتك في الموضوع بتاعنا النهارده والحالة اللي احنا وصلنا ليها من التعصب الكروي اللي موجودة دلوقتي في الشارع والاحتقان اللي هو موجود ما بين الجماهير؟ طبعا انا احب في الاول اقول ان لا للتعصب، لان لو استمر التعصب الكروي بين الجماهير هينتج عنه كوارث في المجتمع. طبعا احنا ممكن ان احنا نواجه التعصب الكروي ده من خلال ندوات تثقيفية في مراكز الشباب في المحافظات وفي الأندية وفي مؤسسات خلينا المجتمع نتكلم المدني. خلينا نتكلم بواقعية أكتر دلوقتي. مراكز تمام، الشباب والأندية مش بمفعول أو مش بتأثير أو مش بانتشار السوشيال ميديا، وحضرتك في المجال وعارف، طبعا فإيه السبب الرئيسي في المشكلة دي؟ إن احنا الاحتقان ده إيه السبب الرئيسي فيه؟ طبعا السبب الرئيسي هي بتبقى مدين الجماهير المصرية، ان دايما بيعكسوا صورة سلبية اثناء تشجيع الاندية الخاصة ما بينهم، بيبقى فيه انحيازية في التشجيع، يعني كل واحد منحاز للنادي بتاعه في التشجيع، فده بينتج عنه صورة سلبية بتنعكس على ما المجتمع. هو يا ريت كل واحد منحاز للنادي بتاعه بهدوء او بسلام، ده بينحاز للنادي بتاعه وبيخبط في المنافس ليه او بيخبط في زميله او في صاحبه اللي هو في النادي التاني. فهي بالظبط، واصله لك الصوره حضرتك؟ المفروض يكون في تهدئة للأجواء بالتشجيع الراقي، زائد إن احنا ممكن في بعض الطرق اللي ممكن نتبعها عشان نقلل الأفعال دي لأنها غير مقبولة بالمرة، زي بالظبط ما يحدث في كرة اليد، ممكن نخلي الجمهور اللي بيتعدى بالسب على لاعب في الفريق المنافس يقوم الحكم بإخراج لاعب من الفريق المتعدي بالألفاظ لردع هذه الظاهرة. تمام، ده حل من الحلول ان احنا ممكن ان احنا نقوم في تنفيذها بس هي المشكلة هنا مش في للحل. اللعيبة، المشكلة في الجماهير يا أستاذة إسراء. هنخرج الجماهير؟ لا، مش هنخرج الجماهير، ولكن آه تبقى عقاب، لان في بعض الجماهير بيحصل منهم سب او تعدي على اللاعب بالاقوال اللفظية، تمام، فبالتالي اخراج اللاعب نفسه يكون عقاب للشخص اللي قام بالسب للاعب نفسه. تمام. بشكر حضرتك يا أستاذة إسراء على مداخلتك الجميلة، ونرجع تاني لدكتور عنان. عجبتني قوي اسراء لما بتقول لك نخرج الانسان اللي هو سب، يعني اللي عمل اي عمل مش كويس يبقى هنا في ثواب وعقاب، تمام، يبقى مع السلامه اطلع بره، يبقى ده قدوه لغيره مش هتعمل كده تاني. يعني احنا لو طلعنا واحد اتنين تلاتة ان شاء الله طلع نص الجمهور، ان شاء الله طلع نص الجمهور، صدقني لو عملناها مره واحده بس كله هيمشي مستقيم، الناس بتخاف من العقاب، طبعا لازم يبقى في ثواب وعقاب، والا احنا هنمشي كده على طول صباح الله لو صباح، يعني ما ينفعش صدقني، حتى شبابنا ضاعوا بالطريقه دي، لما لقوا اي واحد وحش هو ده اللي بيعيش وهو ده القوه والعنف هو ده اللي ماشي، ما هو ما برضه في ينفعش. مشكله تانية احنا غفلناها يا دكتور. الشباب دلوقتي او الناس، انا قلت برضه بلف وبرجع لنقطه السوشيال ميديا، شايف فلان بيفتي وشايف فلان ومتأثر ان فلان ده تحت اي بند بقى، هو لاعب او كان لاعب سابق او مشجع او مغني بيشجع نادي فلان، وبيتفرج بقى طبعا بيتابعه على الفيسبوك وعلى تويتر وعلى الانستجرام، بيتابع الكلام اللي بيقوله، هو شايف ان هو خلاص هو مصدق، وان هو اصلا انا رأيي ان النادي ده مش عارف ايه، اصل النادي ده مش عارف ماله. الناس بتسمع اكتر ما بتتكلم ولا بتتكلم اكتر ما بتسمع؟ بتسمع اكتر ما بتتكلم، ان السمع بس والبصر الناس دلوقتي والفؤاد. بتتكلم اكتر ما السمع، بتسمع. لا الناس بتسمع قوي، وانا بحكم زي ما قلت لحضرتك احنا شعب عاطفي، فبيمشي ورا اللي بيشجعه اللي بيحبه، بيمشي وراه بيلتزم بمبادئه سواء غلط او صح، بيلتزم بسلوكياته وتصرفاته بيمشي وراه. فين العقل؟ فين عقلك انت؟ فين شخصيتك انت؟ انا بنادي كل انسان يبص على شخصيته ويحاول يطلع فيها كويس مش يطلع منها الوحش. لو انت بتشجع، انت لو حلو هتخلي اللي حواليك كلهم حلوين بارادتك
بانك انت مقر ومعترف ان ارادتك قويه وان انت ماشي صح، حتى لو الفريق اللي فات ان يعني انت هزمته وانت انتصرت، زي ما نزل امبارح انا كنت مبسوطه جدا لما الزمالك فاز والاهلاويه يعني باركلهم بكل ادب وباخلاق، انا اهلاوي وببارك للزمالك على ايه؟ على الفوز. تمام. وربنا معاك وان شاء الله انتصارات اكتر. ده دور دور جميل قوي في السوشيال ميديا حتى. طيب. انا نزلتها عندي اي نقده هروح شايله اي كلمه بتتقال في حق اي نادي، يبقى انا بشجع بعدم السب او الكلام البذيء. يبقى ده زي ما بحذف يبقى السوشيال ميديا، زي ما انا بحذف الفيديوهات البذيئه او المسيئه او اللي فيها اباحيه ما برفعش المصنف ده او ما برفعش الفيديو ده، اشيل كمان الانتقادات والالفاظ والعبارات اللي بيبقى فيها كلمات، وحاول كل نبيه. انسان يطلع اللي جواه الطيب. ليه دايما لما بنلاقي حد مهزوم بنبقى كلنا عليه؟ طب ما ده فريق وده فريق، انا مسيري زي ما نجحت مسيري برضو ايه انهزم، فلازم يبقى في تعاون بيننا وتسامح وحب. يعني انا حتى اقوي الروابط بيني وبين غيري، ده بسبب الرياضه دي بعض الاصدقاء سابوا بعضهم. طيب يعني حصل المؤسسه التربويه الجانب الحيوي في الحياه كله. كلمه اخيره للي في البيت، البيت لازم اي واحد متعصب رياضي يبقى في عندك اصغاء ليه وحوار هادي وصوت ونظرات العينين دي ليه وهو بيتكلم، وتحاول تحط له خطوات صحيحه، وما تعتبرش ان التعصب ده عليك انت شخصيا، لا هو بيتعصب على الفريق بتاعه عشان الفريق بتاعه، فانا افهمه بطريقه لبقه وبالمنطق وابعد عنه العاطفه خالص، واقول له زي ما احنا عايشين في حياتنا بيبقى فيه مطبات، برضو كل نادي بيبقى فيه مطبات، ولازم ازرع فيه وانشئ فيه الروح الرياضيه والمنافسه الشريفه اللي انا عايز اكون في بيئه بعيد عن العنف والتعصب. في الاخر حابب استكمال لكلام الدكتور، يا جماعه النادي اللي انت بتشجعه مش هيكسب حاجه لما انت تكسر، ولا هيستفاد حاجه، ولا هيبقى مبسوط لما انت تتخانق مع صاحبك او جارك او ايا كان شخص عادي بتتخانق معاه علشان خاطر هو مخالف ليك في التشجيع او مخالف ليك في تبعية النادي اللي هو بيتبعها. انت مش هتكسب حاجة والنادي مش هيكسب حاجة، انت هتخسر صاحبك وهتخسر شكلك قدام الناس وهتخسر شكلك قدام اللي بيتفرج عليك. انت ممكن تبقى قدوة لحد، طفل، راجل، ست، اي حد بيشوف حد بيتعلم منه، فما تبقاش انت المثال السيء. الناس تركز والناس تفوق والناس تبقى عارفة ان الرياضة حاجة مسلية، مش هي الاكل والشرب والشغل، لا. الناس زي ما بتركز في الرياضة تركز في حياتها، صدقوني البلد دي مش هتطلع لقدام غير لما نبطل نكسر في بعض ونكسر في الناس ونكسر في اللي قدامي. لا، نصحى علشان خاطر البلد كده هتدخل في اتجاه تاني. الحكايه ما انتهتش في بورسعيد وما انتهتش في استاد الدفاع الجوي، الحكايه مكمله، وكان في جزء كده ينور لنا اللمبه في ابو ظبي. انت بتشتم لاعب وبتسبه وبتتكلم في اعراض، لا، انت رايح تشجع. افتكر اسم مصر اللي انت وقعته وحطيته في التراب علشان خاطر انت بتتكلم. احنا ما ينفعش نقول كده على بعض بره، احنا كنا بره بيتنا، احنا كنا بره مصر، ما ينفعش. يا جماعه حافظوا على بلدكم، لو انتم مش عارفين تحافظوا على نفسكم او لو انتم مش خايفين على نفسكم خافوا على بلدكم. في النهايه الوقت عدى بسرعه مع حضرتك يا دكتور، انا استمتعت جدا وانا كمان بالحوار مع حضرتك. حضرتك جميل، وبشكر جدا ضيفتي العزيزه الدكتوره عنان حجازي. شكرا. استشاري الصحه الاسريه والنفسيه. شكرا حضرتك. بشكر كل المداخلات اللي جات لي، وبشكر كل متابعيني والمشاهدين. الى ان نلقاكم في الحلقه القادمه، لكم مني ارق التمنيات والتحيات. انتظروني الحلقه الجايه في برنامجنا وبرنامجكم احنا معاك.